الصبر. الصبر في الغالب يحتاج التغيير. إذا الإنسان بيصبر، أنا أقول الصبر له تدريبات بعد. التدريبات هذه إنه أولاً يرى الصابرين في سلفنا الصالح. سلفنا الصالح من أنبيائنا، من أمة محمد، من تابعين، من الصحابة، من تابع التابعين. أيضاً أتمنى يكون عنده قدوة في الصبر. لم أعظم إيذاء محمد صلى الله عليه وسلم، أوذي من عمامه يعني ومن قبيلته وعشيرته. أنا دائماً أشخص اللي يجي في العيادة أقول لابد من شيئين، شيء اسمه الصبر وشيء اسمه الصبر على التغيير. التغيير ما يجي في يوم وليلة، أني الآن لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. البعض يعتقد أن التغيير بيجيه من الباب هذا، لا، التغيير يحتاج صبر، يحتاج تعب. لن تنالوا البر حتى تنفقوا. الإنفاق هنا ما هو مادة فقط، مادة وقت وجهد وصحة وتعب وسهر ونوم. إذن الإنسان لابد أن يصبر حتى في تغييره لذاته، يصبر في تغيير شخصيته، في الصبر على المرض. أنا من عشاني دكتور نفسي أتكلم أن إذا الإنسان ابتلي بمرض نفسي أنه يصبر، هذا أولا. ثانيا يحتسب وينطلق في الخطة العلاجية ويصبر على معاناتها، لأن نطلب منها أشياء وبحول الواحد الأحد أن الله عز وجل بصبره أنه يرفع قدره أولا، ثانيا يشفيه أيضا. لكن استعجال النتائج سبحان الله العظيم لا يأتي بالنتيجة أبدا، لأنه من أول والله يا دكتور سويت محاولة وما قدرت، خلاص أنا شكلي ما راح أتعافى. لا، أنا لا بتعافى بحول الواحد الأحد، بس عطني يدك بعد الله عز وجل، عطنا نفسك شوي